بسم الله. السلام عليكم يا شباب، كيف؟ مساء الخير. طيب يا شباب، في حبة تساؤل للشباب ديل، وشاكر لي تحت الفرصة. يعني أتمنى من الشباب ديل أن الركن ده، الحتة دي لأنه شوية ضيقة، أنه يحولوه بيه غادي، لأنه ده شارع الناس بتجي ماشاة وبتجي راجعة وكده. لا لسه أنا خاش في الموضوع، ما لقوا مبرد وما تضحكوا ساي يعني. ها لا أنا جاد يا شباب، معلش يعني، لأنه الحتة دي شارع، إحنا بنجي ماشيين، يمكن زول دار يقرأ في الجامع، ما عايز، يمكن دار المكتب جاي قريب وكده. طيب الشباب ديل اللهم ما قصروا يعني، لكن مواضيعهم كلها يعني في نقاط معينة، يعني في نقاط معينة الشباب ديل بيتكلموا في نقاط معينة، بس من 2014 عندهم مواضيع معينة. هاي قاعد الحمد لله متابعهم يعني، حتى لو ما جيتم عديل، بس سوشيال ميديا يعني قاعد أشوفهم كويس. المهم ما علينا. الشباب ديل في البداية كانوا بيتكلموا عن الصوفية، 3 سنة جارين الصوفية، قال صوفية وبتاع، وفي نفسي تابوا كويس، ما مشكلة. في نفس الوقت ما كان جوني هنا وقال لنا الكيزان، قالوا نهائي، كانوا خايفين شباب ديل، كانوا خايفين من الكيزان، الكيزان يمكن يجون بسيق ولا بملطوف ولا حاجة فجروم، ما كانوا جو. أنا كنت قاعد هنا متابع، ما جو قالوا الكيزان ديل كتروا الناس في دارفور أو كترون في كردوفان، أو الكيزان ديل غشوا الناس باسم الدين، أو الكيزان ديل الناس سيئين، الناس ما تتبعهم، ما قالوا زيد. أنا ما سمعت قايد الوفيزو سمع، أنا ما سمعت. طيب أرجع يا جماعة الهدوء، لأنه الناس ده ركن، ده منبر يعني، الناس تسمع لبعض عشان الناس تستفيد يعني. نحن ما جينا هنا دارين نهتر ساي. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، طيب نحن يعني الدين حقنا كله يعني بدور حولانه صوفية وشيوعية وكيزات، في حاجات ثانية تعالوا علمونا ولا مالو، الشباب تستفيد كلها يعني. المشكلة وين؟ نواقض الوضوء، يمكن أنا ذاتي ما أعرف أقيم الصلاة كيف، تعالوا اتكلم عن الحاجات دي، ما دين، تعال أشرح سورة الحمد دي نزلت ليها أسباب النزول والحاجات دي. بعدين أنا بشوف خطابكم ده عامل زي الخطاب السياسي يعني، تجي يعني حسي، وبعدين أنا ذات أضمنكم كيف يمكن تقول نفس الكيزان، الكيزان جو في البداية هي لله والله أكبر وبتاع، شو الناس صدقوهم، هاي ما الدينين، الناس صدقوهم، بعد شوية قاموا قالوا الحكاية وبقاها حاجة تانية يعني، أكلوا الناس وكتروا الناس وبتاع. انتوا برضه ممكن خطابكم يكون نفس الخطاب بتاع الشباب ديل يعني، لانه حسي ماسكين قضايا يعني. كيزان دي الناس لما طلعوا وواجهوهم وواجهناهم هنا ده طردناهم، انتوا ما كان قاعدين تتكلموا في مواضيع بتاعت كيزان، مجرد ما هم سقطوا وعرفتوا انه الناس ما حيجوا هداموكم تاني، جيتوا تتكلموا عن الكيزان، خلوكم الناس يعني وجودكم ثابت يعني. معليش يا شباب ما دار زول اصفق ولا اي حاجه، بس هي معلومه بس انا عايز اقولها. الحاجه الثانيه يعني، شايف ما محتاج الا تامين يا شباب، زمن الكيزان كان يمكن يدوكم ملطوف بتاع الناس تجري، لكن هسه ما في حاجه. بيجي شايف ناس كبار معضلين، تجي بجنبه مع الملك كده، ده ارهاب يا شباب، والله ارهاب. يا اخي ما ممكن يا اخي، يا اخي تعال براك يا مزمل فقيري، والله نوصلك للبيت. والله ما في زول يزالك، ما في اي زول بيزالكم، لكن موضوع التامين ده خلوه ياخذ حساب سياسي. انتوا ما حساب سياسي، ما محتاج الا تامين ولا اي حاجه، 5 ورا الحيطه، 6 ورا الجامع. ما عارف 7 في البوابة، الجماعة دول جايين لهم بدفار كامل، دفار بتاع محلية برا، ما عارف هم علاقتهم بالمحلية وكم حافلة. لا أنا خايف يا ما عارف ده، ما التأمين ده خوف يعني، فهمت؟ لأنه كان أبو بكر رضي الله عنه لما أعلن إسلامه يعني كان طريقته كانت واضحة، ما كان بيخاف يعني، لأنه لا يصيبك إلا من كتب الله لك. ما تخافوا يا أخي، تعالوا عديل، تعالوا واحد، تعالوا نفرين، ما دارين تأمين إحنا ذات، لانه تامين ده ذاته قاعد يضايقنا الداخليه دي بشيء 7 بس، لو انت تجيبوا لنا 30 بحصل عمليه بتاع الضيق في الداخليه يعني، انا اقدر استوعب ذات. شكرا لي تحت الفرصه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة الواد ده قال قاعد من 2012 كم؟ 14 تود مقرشينولي من 2014 عشان تعرف إنه النازل مخهم ده مقفل. وقال متابع أنت من 2014 ما فهمت إحنا بنقول في شنو؟ الناس البرالمة جو فيهم الدعوة دي كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. أنت من 2014 ما عارف الناس دي قاعد تقول في شنو؟ أنت حتفهم متين يعني؟ ورينا بالضبط كده عشان نوقف سنتين كويسة؟ بعدين من 2014 الجامعة دي حقتك؟ من 2014 2014 اتخرجت من هنا وعرست مرة أولى والمرة الثانية وجبت أنت ده قاعد؟ تقول ده تبرك 200 من 2014 يا أخواننا الجماعة ماسكين الجامعة على حساب أنت ماسك لك مرتبة سايبة المناسبة في طلبة عندهم أولوية في الداخلية دي. بعدين أخطر نقطة قالها قال انتوا بتتكلموا بس في اطار العلمانيه والكيزان والصوفيه وما قاعدين تتكلموا في حاجات ثانيه. شوف نحن هنا بنحذرك من الشر فهمت؟ واخطر ما يوجد في السودان اخطر شيء في السودان ده الصوفيه. فهمت كلامي ولا فهمته؟ اذا انت صوفي الكلام انت واجعك ليه يعني؟ انت الكلام في الصوفيه ما بمالك؟ انت صوفي؟ أكان صوفي يقول أنا ما أبي الكلام في الصوفية بعد ذاك بنردي مكينة الآن من غبارك يقوم. أنت ما أبي الكلام في الصوفية ليه؟ جماعة بقول لك العود لو ما فيه شك ما شنو؟ ما بقول طق. ده المثل بتاع جماعة القدام. المثل بتاع أولاد ميكي بقول لك في بطنه صمصين براه طانسين. أنت كلامي؟ أنت ما أبي الكلام في الصوفية مالك؟ الصوفية ده نشروا الشرك في البلد دي. شرك عديل كفر بالله جل وعلا. ربنا تبارك وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الصوفية عن بكرة أبيهم يتفقوا إنه يدعو غير الله تبارك وتعالى ويستغيث بغير الله جل وعلا ويكفر بالله فهمت ويجعل لله أندادا. ديل ما نتكلم عنهم نتكلم عن منو؟ وانت قال الرسل ديل الله رسلهم لشنو اصلا؟ مش قال من ما انا متابع من 2012 لحد الليله بتتكلموا في الصوفيه، يا ذول لحد ما اموت بنتكلم في الصوفيه، طب ما انا انت ما فاهم اي حاجه يا شيخنا، ربنا تبارك وتعالى قال وما ارسلنا من قبلك من رسول، نحن خلينا الرسل جد كل الرسل ده قران كريم ما كلام كيزان. كيزان ده يا شيخنا ما عندهم علاقة بالدين، حافظين آية واحدة بس آية واحدة. كيزان كت آية واحدة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، عشان يشيل السيخة طبعًا. فهمت؟ بيرزعك بها، وأنت بتخاف من الكوز عشان السيخة بتاعته، نحن ده لا بنخاف لا من كوز، لا من علماني، لا من شيوعي، لا من جمهوري، فهمت؟ الكيزان ده الجلد هنا أنت كنت قاعد أنت ولدنا أنت مالك؟ نقول لك كلام كويس. ها؟ ديل ربنا عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسل جد بيتكلموا في التوحيد فهمت؟ كلهم عليهم الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل قال له قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وربنا عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من شنو من المشركين. طب أنا أتكلم في الشرك ليه تقول مالك؟ إذا صوفي تعال قول أنا صوفي. وذاته محتارين انه لسه في ناس بيدافعوا عن الصوفيه ومتضايقين من الكلام في الصوفيه. شوف يا ولدنا اديك بفهم تاني يعني هسي في حفلات شغاله الحفله دي لو جيت لقيت الفنانه ما جايبه حقها مش بتتخارج قاعد تخش تخريبه تقول لهم يتكلموا في موضوع تاني قاعد تخش ما يا حتيتنا بق معاهم جوا ولا بقيت مارك صح ولا ما صح؟
يا اخي كان جيت وقفت هنا الكلام ده نفع معاك تراقف؟ اما نفع معاك يا اخي تلاقي امي شوف لك زلابيه ولا ترمس ولا بتاع امي شنو؟ ما تجي تخش تقول لنا يتكلموا في كده احنا شغالين معاك؟ اتكلموا ليه؟ ما اتكلمتوا في الكيزان زمان، لا تكلمنا. انت كنت وين؟ انت كنت نايم يا شيخنا، انت كنت في شارع النيل صح؟ كنت وين؟ لا تكلمنا في الكيزان، نحن هنا تكلمنا في الكيزان، دخلت الجامعه دي 2009، امتى؟ الزمن ده كنا عطال اكثر منك. والله العظيم. لكن بنحضر لاخواننا ديل كان بيجلدوا الكيزان في شارع المين وكده كاميرات ما في، الزمن ده كان تليفون ريبيكا، والله جت احسن واحد عنده تليفون اكسسري، بتعرفه؟ اكسسري. بيرسلوا المحاضرات بالبلوتوث والحاجات القديمه زمان دي. اخواننا ديل بيتكلموا في الكيزان من بدري. شيخ ابو بكر ده جلد الكيزان في شارع المين، اسال الجواكيم الكبار، فهمت؟ الناس المقرشين من بدري بيفتح خشمه بيطلع غبار داك، اسالهم. ديل جلدوا الكيزان 2004 و2005، ناس شيخ ابو بكر بيتكلموا في الكيزان. انا كنت سنه ثامنه اساس، انا ثامنه اساس، من الزمن داك بيتكلموا في الكيزان. يا ولد فطموك 200، قول له ما تكلمتوا في الكيزان، انت ما عارف، خش اليوتيوب، خش اليوتيوب. فهمت انا فهمت. وبعدين انا احنا خلينا، قال ما تكلمنا في الكيزان صح؟ كويس يا طلبه، احنا ما تكلمنا في الكيزان، انت تكلمت؟ انت من لا ما فرصه، انت ما خشيت هنا وقلت شكرا وديت المايك صح؟ ثاني ما بتخش. فهمت كلامي؟ من احلق لك من البعد بالبلوتوث. فهمت؟ انت تكلمت في الكيزان؟ كلام العلمانيين والشيوعيين والاحزاب اللافه الليله كلامهم في الكيزان كلام بتاع قروش، تكلم بيتكلموا في شنو يعني؟ غايرين على الدين عشان الكيزان، ضيعوا الدين، نشروا الشرك، مكنوا للتصوف، مكنوا للعلمانيين. انت قال لك لو ما الكيزان يا علماني، ما انت التانيين يا علماني، لو ما الكيزان انت بتكون قاعد لحد هسه؟ الكيزان ديل ما كانوا قاعدين عاملين حائط صد في النص، تتكلم في العالم يقول لك لا 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 الاسلوب بالراحه ما كده الصوفية لا لا بالراحة تتكلم في أي دولة يقول لك لما تتكلم أنت اللي عرفك بالكيزان شنو؟ دار تعرف الكيزان تجي تحضر المنبر ده هنا صنفرة لأي عاطل كوز فجم رماد إمتى؟ وبعدين الكيزان عندهم ألوان ثانية بالمناسبة لو ما باريت المنبر ده ما بتعرفه أنت قال لك الكوز زي اللي يجي يقول لك أنا كوز لا الكوز أسي ممكن يركب لك شريحة بتاعت حرية وتغيير والله العظيم كوز عديل يعمل لك فوق أنا مركت في الثورة ونحن الثوار نحن ديل يا شيخنا لا مرقنا في الثوره اللي فاتت ولا هسي بنقول لك امرك ولا بكره بنقول لك اطلع منهجنا واحد ما تطلع مش هسي في ناس الزحف الاخضر والبنفسجي والاحمر ديل ما تطلع معاهم حرام كوز بتاع شنو يا ذول فهمت عليك الله اخواننا ذول لما نجي يخش هنا اخواننا ديل من قبيل يتكلموا بايات وباحاديث وطرحوا منهج تعال انقد المنهج ده وناخذ علمي الطلبه ديل طلبه في مؤسسه بتاع التعليم بتاع بحث تعال ادي معلومه يستفيدوا منها ما تقول لهم انتوا تكلمتوا ونحن ما تكلمنا وليه تكلمتوا وتكلموا في كده محسسني كانه الالفه بتاع الداخليه دي سجل المهرجلين على قال اخواننا ما تذكروا مزاجنا على قال الدائري خش يا اخواننا يمشي ينظم اموره تفضل فرصه مفتوحه للحوار والنقاش